مهمة التعليم ليست حكر على المدرسين في وسط المدارس، كل إنسان ممكن أن يكون معلم، ينال هذا الشرف وهذه الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال لنا إن الله وملائكته وجميع خلقه حتى الحوت في بحرها والنملة في جحرها ليصلون على من؟ على معلم الناس الخير. تصور لو جلست مع 4 طلاب أو 3 أو 5 ولو أطفال تعلمهم الفاتحة أو تعلمهم خلق كبير أي نوع من أنواع الخير، فأنت في حالة العالم كله منسجم معك، رب الكون يجعل كل شيء في الكون يستغفر لك ويصلي عليك. أظن ما هناك فضيلة أكبر من هذه الفضيلة أبداً.